أهلا بحضراتكم من جديد. آخر استعدادات فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي فريق 2005 و2006 في معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد. الأسبوع اللي فات كان موجود فريق 2001 وفريق 2003، الأسبوع ده موجود 2005 و2006. شغل كبير داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي للموسم الجديد بعد ضم أو دمج الفرق. 2005 بيقوده كابتن شريف عبد الفضيل، بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره الجايه، مدرب صاعد واعد ان شاء الله يكون مكسب كبير للنادي الاهلي. كانت كاميرا الاشبال موجوده في معسكر الاسماعيليه، وكان معانا لقاءات مع كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني وبعض لاعبي الفريق. طبعا بنشكر الاداره النادي الاهلي ان هي سمحت لنا ان احنا نقيم معسكر. يمكن النادي الاهلي دايما هو اللي بينفرد بالاجواء دي، دايما قطاع الناشئين دايما بيبقى في يبدا معسكرات المراحل السنيه كلها عامله معسكر. يمكن كان قبلنا 2003 و2001 موجودين، 99 هيطلعوا المعسكر بتاعهم، واحنا 2005 و2006 مع بعض. دي طبعا تحسب لمجلس الاداره الاهتمام قد ايه بالجيل اللي طالع والتجهيز والدعم للفريق الاول. كل ده بيصب في مصلحه الفريق الاول في النهايه. دايما في النشئ بيبقى عنده العناصر الاوليه بتاعته بالنسبه له، اللي هو ازاي بعد النشئ صح، بعيشه في اجواء اللعيب المحترف من دلوقتي، ازاي يبقى عنده مسؤوليه، ازاي يبقى لعيب محترف، ازاي ايه انواع الاكل اللي بياكلها صح، ايه الغذاء اللي بياكله عشان يقدر يبقى لعيب محترف بعد كده. بنعد اللعيب على اعلى مستوى. معانا مستر مايكل الخبير التشيكي موجود معانا بيشرف علينا. الاولاد بياخدوا محاضرات من الساعه 12:30، محاضره فيديو كامله لتطور كره القدم، ايه طرق اللعب، ازاي يخلق مساحات، ازاي يتعلم كره قدم حقيقيه صح، ازاي الناس اللي بره الفرق الاوروبيه وصلت لاعلى مستوى قد ايه في الكوره، ايه انواع التطور في كره القدم. كل ده الاولاد المستر مايكل بيشرحوا لنا في الفيديوهات مع الاولاد، مع الفرقتين بنتجمع في قاعه كبيره جدا. الاولاد لابسين الكمامات بتاعتهم، الوقايه تمام، بيتفرجوا على المحاضره من الساعه 12:30 محاضره، والساعه 8:30 بالليل محاضره ثانيه مع مستر مايكل خبير التشيكي. كل ده اعتقد ان هو يعني كان الحمد لله النادي الاهلي دايما سباق في الامور ديت، ازاي بيهتم بقاعده الناشئين اللي بتدعم الفريق الاول بشكل كويس. والحمد لله يمكن المعسكر لحد دلوقتي ناجح. الحمد لله اول مباراه وديه عملناها امبارح والحمد لله كسبنا 2-0، اعداد كويس للفرقه وعندنا كمان ماتشين ان شاء الله نختتم الاسبوع ده بشكل كويس ونعد الموسم الجديد باذن الله. طبعا يمكن الاستعدادات بتاعنا يمكن احنا تاخرنا شويه، لان المفروض كنا نبدا بدري عن كده، طبعا بسبب الكورونا هو ده اللي اخرنا شويه. يمكن الاتحاد الكوره بيجتهد ان هو ينظم المسابقات في مواعيدها لحد ما، طبعا الجائحه الثانيه بتاعت الكورونا هي اللي جت فعطلت الدنيا شويه. الحمد لله بقى لنا حوالي شهرين عاملين اعدادنا، كل الفرق اللي في النادي، كل الفرق اللي في القطاع اشتغلت من بدري جدا وبنختمها بالمعسكر دوت. انا شايف ان شاء الله نعمل موسم مختلف، موسم جديد، تكمله للكابتن فتحي مبروك والجهاز السابق اللي كان موجود كله في قطاع الناشئين. ده البرنامج اللي هم كانوا سايبينه وقالوا ده عوامل التطور. كان الحمد لله احنا كلنا في النادي الاهلي متعودين ان احنا بنكمل بعض عشان نوصل لاعلى مستوى يليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. فتره كويسه لينا، والمعسكر بالذات يعني فادنا كتير في التمارين، واللعيبه قربت من بعض والتمارين بقت احسن شويه في المعسكر، ان في وقت اكبر وكده، في استفادات كتير مش استفاده واحده. يعني التمارين بقت احسن وقربنا من بعض، وكابتن شريف كمان يعني ما قربنا من بعض جدا، وهو بيتكلم معانا كتير في الكوره وازاي هنبدا الموسم كمان. هو المعسكر كويس، ودي حاجه برضو افاده لينا المعسكر، اللي احنا قربنا من بعض جدا وكل اللعيبه اتربطت مع بعض برضو في الملعب وكده. كابتن شريف برضو ما بيسيبناش غير لما يكلمنا، كل واحنا نازلين في حته ونازلين بانتظام ممكن. والله هو معسكر جميل جدا وافاده لينا طبعا للفرقه، وكويس ان هو قربنا من بعض كلعيبه، ومش افاده كتدريبات وبس، كافاده كتدريبات ومحاضرات والتزام ومواعيد وكده يعني. وبسم الله كابتن شريف برضو يعني شادد علينا بحيث حصه معسكر، وفي 3 ماتشات في الاسبوع. شايف الجديد ان اللعيبه مقربه من بعض اكتر، في روح في التدريب شويه، يعني في حاجه حلوه يعني، اللعيبه بتتاهل كويس، في
في دفع ان احنا نتاهل لبدايه موسم قوي ان شاء الله يعني. لا معسكر كويس جدا، مش كوره بس، ده محاضرات كمان، وكابتن شريف مقدم معانا 100% عشان نبدا بقى موسم جديد الحمد لله.